والناموس للجميع. شوطنا الخامس انطلق قبل لحظات، وأرحب بزميلي مسعود الحريري. متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في هذه اللحظات ينطلق الشوط الخامس المخصص للحيل. المسافة هي 8 كيلومترات هنا في هذا الشوط، والفترة الصباحية من يوم الثلاثاء 14/3/2023. نتابع وإياكم اندفاعة هذه الأشواط وانطلاقة هذه الفترة الصباحية هنا مع هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو والسعادة. نتابع وإياكم المقدمة والصدارة، وهذا الشوط جائزة سيارة نقدية للفائز بالمركز الأول، والمقدمة هناك مع أريام على المركز الأول، وعلى المقدمة للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد هيان، وتضمير سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي هنا من يتابعها في عملية التضمير بهذا الانطلاق. بينما أرى من الجانب الأيمن قدوم هنا في هذه اللحظات من زعفرانة لهجن الرئاسة، وبقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هنا منطلقا في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثالث ومن تصن على ثالث المراكز عسيلة لهجن العاصفة غيات الهلالي. في المتابعة المركز الرابع، نتابع وإياكم اللي في رابع المراكز في هذه الانطلاقة، هناك المندفع الشايبة لهجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يتابعها في هذه اللحظات. المركز الخامس نشوف اللي قادمة هناك اللي هي منحاف للشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وبتضمير طارش بن مبارك بن القوبع هنا في هذه اللحظات مع الخمس المراكز الأولى المنطلقة. ونتابع وإياكم هذا الاندفاع، ونعود مرة أخرى إلى المقدمة وإلى تحدي المقدمة في هذا الشوط الخامس من أيضا أشواطنا الصباحية في هذا المهرجان. نتابع المقدمة ونتابع زعفرانة على المركز الأول على المقدمة لهجن الرئاسة، والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابعها ويرافقها في هذه الانطلاقة والاندفاع، بينما أرى هنا اللي قادمة اللي أريام على المركز الثاني وفي موقع واحد مع أيضا اندفاعتها هي وزعفرانة في نفس الموقف هنا في هذه الاندفاع. نشاهد أريام على المركز الثاني منطلقة، ولكن تعود أريام للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد هيان، وتضمير سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي من يتابعها في عملية التضمير هناك في هذه الانطلاقة، بينما النقلة على المركز الثالث نشوف اللي تدخلت على المركز الثاني عسيلة لهجن العاصفة غيات الهلالي من يتابعها في هذه اللحظات. شوفوا الاسم اللي قادم مع شعار هجن العاصفة في هذه اللحظات، سنة قادمة هنا مندفعة لهجن العاصفة بمتابعة غيات الهلالي، أيضا قادم مع سنة على المركز الثاني مباشرة. أرى اسم قادم في هذه الانطلاقة، بحور بدأت بالظهور في هذه اللحظات لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي من يتابعها. يا السلام تبادل مراكز هنا في هذه اللحظات من انطلق هذا الشوط، ونشاهد هنا التنافس المبكر مع هذه الشعارات ومع هذا الانطلاق. نتابع هنا قدوم أيضا مع خامس المراكز، وهي أيضا من تصنى اللي هي منحاف للشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وبقيادة طارش بن مبارك بن راشد بالقوبع. يا السلام هنا في هذه الانطلاقة والاندفاع، نتابع وإياكم، ولكننا نعود مرة أخرى إلى زعفرانة اللي على المركز الأول وعلى المقدمة منطلقة ومندفعة هنا في هذه الانطلاقة. زعفرانة لهجن الرئاسة هنا مندفعة مع المركز الأول ومع المقدمة مع المجازف.
محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابعها في هذه اللحظات مندفعا أيضا برفقتها بمقدمة الشوط، ولكن أرى بحور بدأت تتسلل بدورها على المركز الثاني في الوصافة هنا في هذه الانطلاقة لهجن الرياسة. علي بن جميل الوهيبي في المتابعة، علي بن جميل من يتابعها، يا السلام يا السلام. بدأنا في هذه اللحظات المركز الثالث، بدأت تتقدم من حاف، من حاف بدأت تتقدم بدور من المركز الرابع الى المركز الثالث هنا الى المنافسة على المقدمة بمتابعتها هنا من حافة للشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وبتضمير طارش بن مبارك بن راشد بالقوبع الحميري. هنا من يتابعها في عملية التضمير بينما المركز الرابع في هذه الانطلاقة نتابع هناك سنة قادمة مع المركز الرابع، سنة لهجن العاصفة غياث الهلالي في متابعتها في أيضا هذا الانطلاق. نشاهد هناك اللي على المركز الخامس، نشوف الشايبة قادمة مع خامس المراكز منطلقة لهجن الرياسة وعند الظافر علي بن جميل الوهيبي في المتابعة. يا السلام، بدأنا هنا في هذه اللحظات مع ندائنا الثاني وانطلاقة هذه الأسماء مع انتصاف المسافة، ونشاهد وإياكم اندفاعة هذه الشعارات هنا بهذا المنطلق، ونعود مرة أخرى إلى المقدمة إلى الصدارة إلى التحدي. يا السلام يا السلام، هناك مع مقدمة الشوط بدأنا في هذه اللحظات وبدأت بالتغيير بحور من الجانب الأيمن، بدأت تغير بحور على المقدمة تحمل الرقم واحد بشعار هجن الرياسة وبمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يتابعها من يرافقها هنا في هذه اللحظات، ويقدم لنا بحور منطلقة مع المركز الأول مع الصدارة بحور لهجن الرياسة. عندك يا بن جميل المركز الثاني، نتابع هنا اللي هي زعفرانة، زعفرانة لهجن الرياسة وبمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في هذه الانطلاقة هنا مع زعفرانة اللي بالمركز الثاني منطلقة هنا في هذه اللحظات. نتابع المركز الثالث، المركز الثالث من حاف للشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع بالمتابعة. يا السلام يا السلام، بدأنا في هذه اللحظات الكل يطمح ويطمع لنيل سيارة هذا الشوط المقدمة للفائز بالمركز الأول، بينما النقلة على المركز هنا اللي على المركز الرابع. نشوف القدوم من الشايبة لهجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي المركز الرابع او الخامس. نتابع في هذه اللحظات سنة لهجن العاصفة غياث الهلالي من يتابعها من يرافقها، ولكن ارى في هذه اللحظات القدوم والوصول هنا من بشاير، بشاير قادمة مندفعة على خامس المراكز وأول ظهور وأول ندى لهجن الشحانية مع بشاير لأيضا هجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. يا السلام يا السلام، بدأنا في هذه اللحظات في هذا الانطلاق ولكننا بنعود إلى بحور، إلى بحور في مقدمة الشوط تنطلق مع المركز الأول مع الصدارة هنا برفقة بن جميل. يا السلام مع هجن الرياسة، هجن الرياسة مندفعة ببحور في مقدمة الشوط منطلقة بهذا الأداء المتميز بهذا الشكل اللي ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق في مقدمة الشوط تنطلق وتندفع بحور لهجن الرياسة. الظافر علي بن جميل الوهيبي في المتابعة المركز الثاني، نشوف هناك زعفرانة هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الكيلوين، الكيلوين المتبقية هنا على خط النهاية. المركز الثالث نتابع هناك الشايبة هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي وصلت بشاير مع المركز الرابع منطلقة في هذه اللحظات لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابعها على المركز الرابع. المركز الخامس تصلنا هناك اللي هي عسيلة لهجن العاصفة وغيات الهلالي في المتابعة في هذه اللحظات مندفعين والعودة إلى المقدمة وإلى بحور على المركز الأول.
بحور على الصدارة، بحور على المقدمة. يا سلام، ال 1500 متر النهائية، الكيلو نصف الأخير، نتابع هنا بحور منطلقة مع المقدمة، مندفعة مع الصدارة، مقدمة لنا. هذا الأداء المتميز بحور في مقدمة الشوط لهجن الرياسة، لهجن الرياسة وعلي بن جميل. علي بن جميل في المتابعة بأداء وامتياز بحور في مقدمة الشوط، تقدم نفسها في هذه اللحظات بهذا الأداء المتميز. بينما زعفرانة على المركز الثاني، هجن الرياسة، بن زيتون المركز الثالث. أول ندى، بدأت الأسماء بالظهور، أول ندى في هذه اللحظات مندفعة هنا مع المشاغب. المشاغب يقدم لنا محمية، محمية قادمة في هذه اللحظات مندفعة لهجن الشحانية. المشاغب محمد بن خالد العطية في المتابعة المركز الرابع هنا في هذه اللحظات، غاية لهجن العاصفة غياث الهلالي. ولكن شوفوا اللي قادمة، هناك عولمة لهجن الشحانية مع البرنس، البرنس جار الله بن عقيل المري قادم مع عولمة على المركز الرابع، غيرت على المركز الثالث. المركز الرابع هناك اللي الزود لهجن هجن الرياسة وبقيادة بن زيتون. نعود إلى بحور، إلى بحور مع المقدمة، إلى بحور مع المقدمة. يا السلام، يا السلام، مقدمة هذا الشوط. ولكن أرى محمية، محمية قادمة على المركز الثاني لهجن الشحانية، عولمة على المركز الثالث لهجن الشحانية مع البرنس. نعود إلى المنافسة والمقدمة بحور، بحور على الصدارة، بحور على المقدمة. اندفعت بحور وانطلقت مع الميتين متر الأخيرة. سلام يا هجن الرياسة، تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا لمؤسسة هجن الرياسة على هذا الفوز، تهانينا للظافر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار وساعة وصولها وانتزاعها لسيارة هذا الشوط. بحور، 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 تهانينا لهجن الرياسة وللظافر علي بن جميل الوهيبي، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الشايبة لهجن الرياسة والظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت الزود لهجن الرياسة والمجازم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت عولمة لهجن الشحانية مع البرنس. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت غاية لهجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. يا السلام، شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا المنافسة، وكانت بحور هي بطلة هذا الشوط، تحمل الرقم واحد وانتزعت المركز الأول بشعار هجن الرياسة. تهانينا لهم على هذا الفوز والانتصار هنا، والتهنية وصل للظافر علي بن جميل وهي بالتوقيت الزمني 12 دقيقة 24 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز لبحور في هذا الشوط، وتهنية للرياسة. المركز الثاني وصلت الشايبة 12 دقيقة 28 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز أيضا لهجن الرياسة وللظافر علي بن جميل الوهيبي، من قدم لنا الشايبة على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الزود 12 دقيقة 28 ثانية، 55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية لمحمد بن عتيق بن زيتون المهي.